التحدي الحين في تحدي راح يصير لكن احتاج وانا متاكد ان نسبه صراحتك 100% عدل. انا صريح 200% لكن بدون اسامي. اي زين. راح اسالك اول سؤال، تايد عوده الفنان داود حسين للمسرح او المنوعات وليش؟ بقوه ابو حسين، ما اشك يوم بقدراته. ابو حسين يمكن يحتاج النص، يحتاج الافكار، اذا وجدت لا يرجع ونص. يرجع وانا وياه باللي يامر فيه. طيب انت ذكرت بغنائيات كنت معاه ويعني في الاعداد او تنسيق، ممكن ايضا ان شاء الله نشوفكم في عمل او تنسيق لفكره مسرح، لكن السؤال الثاني اليوم حفلات الغنائيه. ترى احنا قبل الحفلات الغنائيه احنا عملنا مع بعض بشغلات حتى اعلانات ومجال المسرح. انا وايد اشتغلت مع ابو حسين ومتع الشغل وياه لان كواليسه نظيفه. ممتاز. طيب هو التحدي راح يضطرنا انا اسالك سؤال على طول وتعطيني الاجابه، الحفلات الغنائيه وصلت تذاكرها بالالاف، هل ممكن تدخل حفله غنائيه؟ لا بمبالغ عاليه؟ لا لا, لا, لا حتى حتى لو مو مبالغ، حتى ساعات توجه لي دعوه لحضور حفله غنائيه. ما ادري شلون الناس تستمتع بحفله مدتها 6 ساعات مثلا على موزع على 4 مطربين وهي قاعده مكانها. انا بالنسبه لي الحفله هي عباره عن رؤيه شامله، خصوصا اذا كانت بمسرح. انا ما اطلب من المطرب انه يرقص ولا يتنطط، بس ابي اشوف متعه بصريه هني مقتصره على شاشه على الوان. طيب لو نفترض كنت محتاج مبلغ 20,000 دينار لشيء ضروري جدا بغض النظر شنو هو، ولازم يعني تتصل على شخص مشهور، منو راح يكون هذا الشخص؟ اول شيء بالنسبه لي الماده مو مهمه ابدا، وانا يمكن الغالب يعرفني اعيش على قدي، ما احاول يعني اتدين واخذ هالمبالغ، لكن يعني مفترض لي مدام طرينا ابو حسين اتوقع هو من اوائل الناس اللي ما يتردد. تقدر تدق عليه الحين على الهواء؟ والله ادق عادي بس ما ادري اذا يرد. خلينا نجرب يعني، منها اهم فرصه نسمع نسمع صوت الفنان داود حسين. بس ايه يعني اهم شيء عاد لا تقول انا ترى في برنامج سالوني ايش الف. ايه يعني قول ابو حسين انا عندي. الو نعم. الو ابو حسين. هلا. اي مس يو. مس يو تو. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ تمام. هلا هلا. ابو حسين انا على الهواء. اوبا. ابو حسين انا بقناه العداله مع اخوك المذيع احمد زيد، فحاب يسالك سؤال. السؤال عن طريقك؟ تقدر تسال ابو حسين. ابو حسين يعطيك العافيه. عافيك هلا حبيبي. احنا يعني ان شاء الله نشوفك قريب ضيف ويانا في برنامج مسائي تي في اول شيء. يا اخوي شرف كبير. الله يخليك، الشرف الشرف لنا. انا سالت كابتن احمد دشتي قلت له في حال كنت محتاج مبلغ 20,000 دينار منو الشخص اللي راح تتصل عليه؟ فقال اكيد ابو حسين. احمد اي احمد دشتي قال 20,000 من ابو حسين اخذها. احمد يبي 20، احمد لا يبي عيوني ما اقول له لا. الله. هذا اخوي. اي والله اخوي الصغير هذا حبيبي. الله يديم العلاقه الطيبه، وهو يعني كذلك يمكن ان شاء الله تشوف الحلقه والكلام الطيب اللي قاله عنك، وهو اكيد بحقك هالشيء هذا اكيد. اي سولف عن بيروت شويه والكورونا وسالفه الجيتار عند المطبخ. وين؟ الجيتار اللي عند المطبخ اللي تطلع عليه من باب من الدريشه وهو يعزف لك جيتار برا. صح. اوكي اوكي. وقال عن بيروت ها؟ وقال عن بيروت، فعاد تفهم وياه تالي. بيروت فيها عفسه بعد ما يصير ماينكرافت قايل. اي عاد تشوف الحلقه ابو حسين ان شاء الله، تشرفنا فيك. اكيد اكيد حبيبي. شكرا شكرا ابو حسين، شكرا. الله يحفظك. مع السلامه. مع السلامه. شكرا مع السلامه. انت ما قلت له 20,000 شنو ها؟ 20,000 دينار انا قلت له، قال يستاهل عيوني يعني.